كل ذلك في عبارات لا تقبل التأويل، مثل قولهم لا تقلدني، وقولهم خذ من حيث أخذوا، وقولهم يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير. وهذه المأثورات تمثل مرويات صحيحة للإمام أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك رضي الله عنهم. وقد قال له المنصور اجعل العلم يا أبا عبد الله واحدا، فقال الإمام مالك إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بما رأى، وإن لأهل البلد مكة قولا ولأهل المدينة قولا تعدوا فيه طورهم. ولما قال له المنصور إنما العلم عند أهل المدينة فضع للناس علما، رد عليه الإمام إن أهل العراق لا يرضون علمنا ولا يرون في علمهم رأينا. هذا مجرد مثال واحد من أمثلة عديدة لدعاوى الاجتهاد من أجل تجديد الفكر الإسلامي، ما إن تظهر حتى تختفي ويبقى الأمر أو الأمور على ما هي عليه. ولا أبالغ لو قلت إن الأمر لا يزال باقيا على حاله حتى هذه اللحظة. السادة المشاهدون، في اعتقادي أن الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى رحمه الله أصاب كبد الحقيقة حين لفت الأنظار إلى أن علة الجمود والعجز عن التجديد علة مركبة من عنصر كسول وعنصر متهور، وأن كلا من هذين العنصرين المتنافرين يغري الآخر بالصمود في معركة خاسرة ويمده بأسباب التعويق والفشل الدائم. وهذه مشكلة شديدة التعقيد لا تزال تعمل عملها المشؤوم حتى يوم الناس هذا. ولا أزال أنا شخصيا أشعر بشيء غير قليل من الإحباط كلما فكرت في حل مناسب لها. وأنا لا أريد أن أوهمك أيها المشاهد الكريم بأنني أعد نفسي واحدا من علماء التجديد أو فرسان الاجتهاد، فأنا ويعلم الله دون ذلك بكثير جدا، ولكني لا أنكر أنني واحد من هؤلاء الذين أرقهم هذا الجمود منذ زمن طويل جدا، بدأ مع التنقلات بين القرى ومدن الصعيد ومدينة القاهرة وبعض المدن الأوروبية والأمريكية والعربية والأسيوية، ومشاهدة المفارقات التي تذهب من أقصى النقيض إلى أقصاه الآخر. وبرغم أن الأزهر الشريف قد وجهت إليه في الآونة الأخيرة تهمة الجمود ورفض التجديد، فإني أؤكد لله ثم للتاريخ أن الأمر لم يكن أبدا كذلك، بل إن الأمر كله كان بعكس ما قيل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك حديث آخر نتناوله في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.